وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة مونتاج الفيديو باستخدام برنامج دافنشي ريزولف. طبعا تعرفنا على البرنامج بشكل سريع وتعلمنا كيفية تنصيبه في المحاضرة السابقة، وراح نتعلم أساسيات البرنامج بالمونتاج من خلال هذه المحاضرة. في البداية بعد ما نفتح البرنامج راح تظهر لنا هذه النافذة، طبعا هذه البروجكتات السابقة اللي هون اشتغلتها، وبإمكاننا أنه نصنع بروجكت جديد من نيو بروجكت، مثلا راح أسميه مثلا بهاء بالعربي ومن ثم كرييت. طبعا راح تظهر لنا هذه النافذة مثل ما نوهنا بها المحاضرة السابقة، عندنا ميديا كات أديت فيوجن، وطبعا راح نركز بهذه المحاضرة على أديت اللي هي الأشهر والأكثر استخداما. جيد، عندما نضغط على أديت راح تظهر لنا مجموعة من الخانات. طبعا الخانة الأولى اللي هي تسمى خانة الميديا أو تسمى بالمخزن، وطبعا هنا عندنا التايم لاين والبريفيو، عندنا هنا الميكسر بإمكان نلغيه، نضغط على هذا الخيار راح يتم إلغائه. أيضا عندنا هنا انسبكتر طبعا اللي هي الاختيارات الخاصة بالميديا اللي راح يتم إضافتها. جيد، عندنا هنا مجموعة من الأيقونات، عندنا طبعا ميديا بول اللي من خلالها راح نضيف الميديا أو من خلالها راح نشاهد الميديا واللي هي المخزن، الإفكت لايبرري اللي هي التأثيرات واللي من خلالها النصوص والترانزيشن والإفكت، وطبعا الأوديو واللي راح نشرحها إن شاء الله لاحقا. ايضا عندنا هنا الاديت اندكس، وعندنا هنا الساوند لايبرري. جيد، طبعا هذه الامور راح نتركها لاحقا، حاليا راح نشرح هذه الجزئين. طيب طبعا لو ردنا نضيف ميديا الى البرنامج عندنا خيارين، الخيار الاول من قائمه فايل امبورت فايل ومن ثم import media، وطبعا عندنا هنا اختصاره control i. طيب مثلا راح اضيف هذا الفيديو، طبعا هنا راح يسالني البرنامج تحب اسوي توافق ما بين الفيديو والبروجكت، طبعا انا راح افضل انه نخليه كما هو بدون يعني ان نسوي تعديلات. جيد، الان حتى نظهر الميديا نجي الى خانه الميديا بول، راح نشاهد انه هذه هي الميديا اللي ضفناها. طبعا اذا نجي هنا نكبر ممكن نكبر بالعرض، وطبعا ممكن انه يكون بهذا الشكل ليست، وممكن يكون على شكل سامب لاين. جيد، طبعا عندي مجموعه خيارات حتى اضيف هذه الميديا الى التايم لاين، ولكن قبل ما نتطرق الى هذه الخيارات خلينا نتعلم الطريقه الثانيه لاضافه الميديا اللي هي من خلال الاختصار طبعا كنترول اي، وأضيف مثلا راح أضيف صورة مثلا هذه الصورة، وأضيف مثلا الصوت بهذه الطريقة راح يتم إضافة هذه الميديا إلى المخزن وليس إلى التايم لاين. طيب إذا أجي أضغط هنا على الميديا، طبعا من المحتمل أنتم راح تظهر عندكم بهذا الشكل شاشتين، شاشة على اليمين وشاشة على اليسار. طيب هذه الشاشة هي للسورس اللي من خلالها أقدر أعرض بالمخزن، وهذه الشاشة للبريفيو اللي من خلالها أقدر أعرض بالتايم لاين. يعني هذا الفيديو لو أضغط عليه كليك راح ينعرض بالسورس، بس هو ما موجود بالتايم لاين. طيب شو الفرق بين التايم لاين والسورس؟ السورس هو عبارة عن مخزن، والتايم لاين هي عبارة عن الورشة. يعني أنا إذا أرد أشتغل على فد فيديو معين لابد أن أضيفه للورشة حتى أقدر أشتغل عليه، مو أشتغل عليه هو بالمخزن. طيب فإذا هذه الخانة تعرض لي الفيديو اللي بالمخزن أو الميديا اللي بالمخزن، وهذه الخانة تعرض لي الميديا اللي بالتايم لاين. طيب إذا لاحظ أنه هذه الخانة متوقفة ليش؟ لأن التايم لاين ما موجود. إذا هذا الفيديو أسحبه وأضيفه بالتايم لاين راح ألاحظ أنه هذه الخانة اشتغلت، فإذا هذه راح تعرض لي التايم لاين وهذه راح تعرض لي المخزن. ممكن واحد يسأل طيب شنو الغاية؟ الغاية أنه ممكن أني أريد أضيف جزء من هذا الفيديو، يعني أنا ما أريد أضيف الفيديو كله، ممكن أجي أريد أحدد في جزء معين مثلا منه. أنا ممكن راح نتعلم إحنا الاختصارات الان والآي، وهذا الجزء طبعا اللي ضفته ممكن أسحبه وأخليه، وممكن أضيف فقط الفيديو، وممكن أضيف فقط الصوت. يعني عندي إمكانية من الإضافة إذا كان عندي بالمخزن، أو أنا أريد أضيف الفيديو بشكل كامل أسحبه منه أنا وأضيفه بهذه المنطقة.
طبعا ممكن واحد يسأل يقول انه الشرح سريع جدا. نعم سريع لان هذه مقدمة، احنا ان شاء الله راح نشرح هاي الامور كلها بالتفصيل وبشكل بطيء جدا. انا بصراحة يعني افضل انه نضيف شاشة واحدة وليس شاشتين، نضغط على هذا الخيار تكون شاشة واحدة. فاذا هذا الفيديو او الميديا او الصوت اذا اريد اضيفهن للتايم لاين احددهن واسحبهن، وبامكاني انه اضيف الصورة وبامكاني انه اضيف الصوت. طيب اذا الاحظ انه هنا عندي الخانات او الميديا صغيرة بامكاني انه اكبرها بهنا عندي بهذا الشكل، او ممكن اضغط على Alt و Control، Alt و Control من الكيبورد راح يتم عندي تصغير وتكبير حتى اقدر اشاهد الاجزاء بشكل دقيق. جيد، حتى اعرض الميديا يا اما اضغط على المسطرة اللي هي السبيس من الكيبورد، يا اما اشغل بالبريفيو او التايم لاين. ممتاز جيد. الان بعد ما تعلمنا كيفية اضافة الميديا بشكل يعني سريع، راح نجي نتعلم بعض المهارات. اولا عندي هذا الفيديو يحتوي على صوت، اذا الاحظ انه هذا الفيديو يحتوي على صوت، اذا اريد اتخلص من هذا الصوت لما اجي احدد الصوت واضغط على باك سبيس او ديليت، هسه راح نشرح شنو يعني باك سبيس وشنو يعني ديليت. اذا اضغط مثلا على باك سبيس راح يتم حذف الفيديو مع الصوت. طيب شنو الغايه؟ الغايه لان الفيديو مرتبط مع الصوت، لابد انه حتى احذف جزء من هذه الميديا سواء فيديو او صوت لابد انه افصل الارتباط. طيب شلون افصل الارتباط؟ يا اما اضغط كليك ايمن واختار هنا اللينك كليب، الغي علامة الصح من خلال انه اضغط على كليك او كنترول الت ال، هنا اذا الاحظ انه الصوت انفصل، او بامكاني انه احدد الميديا وعندي هنا علامة اللينك، هذه علامة السلسلة، اضغط عليها كليك راح يتم فصل الفيديو عن الصوت، او بامكاني الاختصار اللي هو الت كنترول ال راح يتم فصل الصوت عن الفيديو. جيد. طيب بعد شنو عندي؟ عندي بعد جزء اخر، مثلا راح افصل هذا الصوت وراح احذفه. طيب عندي هنا هذا الفيديو وحبيت اقتطع من عنده جزء معين، مثلا حبيت اقتطع هذا الجزء من هذه المنطقة الى هذه المنطقة واحذف الجزء الباقي، او حبيت احذف هذا الجزء اللي بالنص. طيب شلون احذفه؟ شلون اقطعه؟ عندي هنا علامة الموس او اختصارها كنترول بي، اضغط على كنترول بي راح يتم قطع، ومثلا بالموس اجرب الموس راح يتم القطع. جيد. اجي هنا عندي علامة السهم، السهم اللي هي اقدر من خلاله اتحكم بالميديا. طيب هذا الجزء اللي انا قطعته اذا اضغط على ديليت راح يحذفه ويحذف لي الفراغ اللي كان موجود بي، يعني راح يواصل لي الفيديوهات المقطع السابق واللاحق. اذا اضغط على باك سبيس، طبعا باك سبيس اللي هي العلامة اللي دائما تكون فوق الانتر، اذا اضغط على باك سبيس راح يحذف لي الفيديو ويخلي لي المكان فارغ. فاحنا اذا اردنا نخلي فيديو بمكانه ما يصير نحذفه ونحذف الفراغ، فنحذف فقط الفيديو ونخلي الفيديو بمكانه من خلال طبعا الباك سبيس، واذا اردنا نحذف الفيديو هو مع الفراغ من خلال الديليت. ممتاز. جيد. الان جيد راح اضيف فيديو، طبعا كنترول اي، وراح اضيف مثلا هذا الفيديو وراح احذف هذه الميديا من خلال ديليت، راح اضيف هذا الفيديو بالتايم لاين. جيد. وراح احذف الصوت بهذه الطريقه. ممتاز. الان عندي هذا الفيديو، اذا اشاهده هو عباره عن غيوم تاتي على القمر. لو حبيت انه اتحكم بسرعه هذا الفيديو سواء انه اسرعه او ابطئه، عندي عدة طرق. راح نتعلم الطريقة الرئيسية والأساسية، والطرق الاحترافية راح تكون لها فيديو مختص إن شاء الله. طبعا راح أضغط كليك أيمن على الفيديو وأختار هنا Change Clip Speed، عندي هذه النسبة. طبعا عندي هنا 100% اللي هي السرعة الطبيعية، إذا سويتها 50% راح يصير بطيء، يعني معناتها راح يصير أبطأ ب 50%. إذا أجي هنا على Change ألاحظ أنه راح يصير بطيء.
طيب اذا اريد ابطع اكثر اضغط مثلا تشينج سبيد واخلي النسبه مثلا 10 ممكن، ومن ثم تشينج. لا لاحظ انه الفيديو راح يكون بطيء جدا، يعني اذا اجي لهنا انا عرضه راح اشوف كلش بطيء. طيب اذا اريد اسرعه ايضا كليب سبيد ومثلا اخليه 400 مثلا او 500، كل ما ازيد الرقم كل ما يصير سريع، كل ما اقلل الرقم كل ما يكون بطيء. اذا الاحظ انه هنا أنا صار عندي الفيديو سريع جدا. طيب عندي فيديو مثلا خليه اضيف فيديو اخر، مثلا اضغط على كنترول اي وليكن مثلا هذا الفيديو. هذا الفيديو حبيت اضيف جزء من عنده للميديا. طبعا فقط ملاحظة انه عندي هذا الخيار، هذه هي السلسلة، اذا انا مفعلها شكو فيديو راح ينضاف راح يكون مرتبط مع بعض الا انا افصله من خلال كليك ايمن ان لينك. واذا انا هاي السلسلة ما مفعلها يعني مخفية، اي فيديو راح ينضاف راح يكون هو غير مرتبط مع بعض. جيد، عندي هذا الفيديو، طبعا هذا الفيديو حبيت اقتطع جزء من عنده، يعني انا مكان ما اضيفه واضغط على كنترول بي وهذا الجزء احذفه بامكاني انه هذا الجزء اضيفه بشكل مباشر. طيب شلون؟ راح اتراجع لي ورا، راح اضغط دبل كليك هنا حتى اعرضه، راح ينعرض بالبريفيو سواء انه هذه نفسها راح تتحول بريفيو او سواء ارجع الى هذه الخانه راح ينعرض بالبريفيو. وحبيت انا اضيف من هذه المنطقه الى هذه المنطقة، وهذا الجزء انا اريد احذفه. طيب شنو اللي اسوي؟ طبعا بامكاني انه اشغله حتى اشوف الجزء اللي اريد اضيفه، مثلا راح اضيف بهذه المنطقة. عندي خيارين، اما اضغط على حرف اي اللي هو بداية حتى يكون عندي بداية للقطع، او اضغط على هذا الجزء اللي هو الان، يعني بداية، وطبعا اشغله الان اوصل للمقطع اللي انا اريده مثلا لهنا. اما اضغط على حرف او اللي هو الاوت، يا اما اضغط على هذا الخيار اللي هو الاوت او النهايه. طبعا اذا اريد اضيف الفيديو مع الصوت اضغط على هذا الخيار واسحبه الى الاسفل، واذا اريد اضيف فقط الصوت اضغط على هذا الخيار وراح ينضاف فقط الصوت، واذا اريد اضيف فقط الفيديو اضغط على هذا الخيار وراح ينضاف فقط الفيديو. طيب هذه المحاضرة هي نعتبرها اساسيات الف باء المونتاج والف باء البرنامج، راح نتوسع ان شاء الله اكثر، وابتداء من المحاضرة القادمة راح ناخذ مثال تطبيقي وراح نتعلم كل هاي التفاصيل ونجمعهن بعمل فيديو ان شاء الله. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.